تستحيل الحياة بين الزوجين إذا بعدت الشقة. بالنسبة للقسم عندنا آية في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الزوج يجوز، مش من حقه ولا حاجة، كسر حقه يجوز. والله بكره كلمة من حقه دي، يعني ايه حقه؟ ماشي. لا، يجوز ان هو يتقمص فيحلف، ان يحلف بالله، مش طلاق، طلاق ما عندناش حلفان بالطلاق، فيحلف بالله انه ما هو جاي جنب الهانم يعتزلها، ربنا اداله 4 أشهر. وقال بعدها: فإن فاقوا، يعني رجعوا قبل ال4 أشهر بيوم، فربنا غفور ويرجعوا. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني لا يجوز الهجر فوق ال4 أشهر مع يمين يسمى يمين الإيلاء، والإيلاء هو القسم. وتستحيل الحياة مع استمرار ضرب الزوج. أنا أعدي لك كتير، فمش ضرب الزوج مش عايز. طبعا يستمر، لكن ممكن يرتشها مرة غصب عنه، ولا بتاع، ولا مرتين، يعني العيد ضرب داخل الزوج لزوجته. طبعا. 2، شتيمتها باستمرار. لا تستمر الحياة وتستحيل، لا حياة مع الضرب المستمر ولا لا حياة مع الإهانة المستمرة. وأن يفتش سرها دائما. تستحيل الحياة بين زوجين أحدهما، مش بس الزوج، ممكن هي كمان تطلع كل أخباره بصفة مستمرة، فيبقى استحالت عشرتها. وأول كلمة قالها البهوتي في المرجع الكبير جدا الروض المربع، أول كلمة، كلمة الطلاق دي، يعني أول هنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أهو. طيب. أول الله، قبل ما يبين حكمه، قبل ما يقول صريح، وقبل ما يقول كناية: ويحسن طلاق ذريبة اللسان. يعني اللي لسانها مبرد طلاقها فلة، مش تقول لي أبغض الحلال، لأن الحديث ده مش حديث تمام بتاع أبغض طيب. الحلال. سؤال بقى. ربنا ما يخلقش أبغض أبدا، اللي أبغض ليه حد بيكرهه، فده حديث مضروب. أبغض الحلال يعني، طبعا معلش ما أعرفش، لا أنا بقوله أهو، أبغض الحلال عند الله الطلاق، صح، حديث ليس بصحيح يحتج به أبدا. والمناوي الله يرحمه قال: لا يصح هذا الحديث، لأن الله شرع الطلاق وأنزل سورة باسم الطلاق، ولو كان الله فليمكن يبقى في حلال وهو أبغض. وإزاي أبغض؟ أبغض ليه؟ طب طيب. ما كان ربنا حرمه. الإنفاق، التباعد، الله يفتح عليك، ضرب الزوج المستمر لزوجته أو إهانتها باستمرار، أيوه، الزوجة اللي بتفشي السر أو تتحدث أو هو اللي أو يفشي السر، تسيء وهي الحديث تبقى عن ماشية الراجل. طبعا، وهي تبقى ماشية طيب. وصاحبتها إيه كلها. أكتر واحد من واقع اللي حضرتك بتمر بيه بتسمعه من أسئلة، إيه أكتر يعني إيه صاحب المركز الأول والتاني النهاردة في الأسباب؟ شوف،